الله يبارك فيك ومبروك للعيبه والجهاز الفني ومجلس اداره والجمهور اللي مساندنا من قبل ما نيجي هنا وكان عنده ثقه في اللعيبه، والحمد لله اللعيبه اثبت ان هم رجاله كالعاده والحمد لله على التاهل. امبارح كان ليك جلسه مع اللاعبين، قول لي قلت لهم ايه؟ لا احنا اتكلمنا اكتر مره، يمكن امبارح اتكلمت معاهم قلت لهم ان احنا الوضع حطينا فيه اكتر من مره، والحمد لله كل مره ما بنخيبش عنه جمهورنا، والحمد لله كانت لعيبه زي ما قلت لك رجاله النهارده وده اتحقق ودي خطوه كبيره جدا ان شاء الله للبطوله ان شاء الله. تعادل في مصر خلى الناس مش متفائله شويه، حابب تقول ايه بعد الفوز النهارده؟ فوز يعني ممكن ناس كانت مستبعداه شويه لكن اديته اداء رائع وقدرنا احنا طول عمرنا بنركز احنا في نفسنا وبنركز في حالتنا وبنركز في الاجواء اللي احنا فيها، ممكن تبقى النتيجه سلبيه كانت في مصر ان احنا تعادلنا 2-2، لكن احنا كان من جوانا حافز ودافع ان احنا نقدر نعوض النتيجه دي هنا، والحمد لله تتحقق النهارده. البطوله قربت؟ احنا بناخد البطوله خطوه خطوه، شيء طبيعي كل ما بتاهل للدور اللي بعد كده الدنيا بتقرب. انا بحب لازم اشكر لعيبه النهارده على رجولتها في الملعب وعلى ادائها، ولازم اشكر جمهور النادي الاهلي اللي جه ساندنا قبل المباراه وواقف معانا طول 90 دقيقه. فبقول لهم الف مبروك وان شاء الله اللي جاي احسن. كابتن الله يبارك فيك. لسه متواصلين من داخل غرفه خلع ملابس الخاصه بنادي الاهلي باستاد رادس، معايا في هذه اللحظات كابتن عبد الله السعيد احد نجوم المباراه النهارده. عبد الله مبروك، اداء كبير واداء رائع منك النهارده ومن الفريق بشكل عام، وقدرنا ان احنا نفوز ونتعادل. الحمد لله، يعني الشوط الاولاني ما كناش يعني كويسين قوي، كان في ضغط، اللعيبه كانت مشدوده شويه، بس يمكن الجون اللي جه فينا ادانا حريه اكتر، كلمنا ان احنا لا يعني كان كله بيتكلم ان احنا يا جماعه نقدر ولازم الحمد لله زي ما تعودنا من لعيبه الاهلي دايما على قد المسؤوليه، وكانوا رجاله ونزلوا الشوط الثاني كان عندنا فرص كتير جبنا وكنا ضيعنا، كان ممكن النتيجه تطلع اكتر اعلى من كده. الحمد لله بشكر كل لعيبه والناس كلها اللي تعبت والجماهير اللي جت ورانا والناس اللي كانت عندها امل فينا ان احنا نعمل حاجه، فالحمد لله ان احنا كنا على قد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم ونكمل في البطوله ان شاء الله وتبقى لينا فيها ان شاء الله نصيب باذن الله. ابتدينا المباراه بشكل جيد جدا وبعدين جه فينا هدف من ضرب الجزاء، اتكلمتوا مع بعض ازاي بين الشوطين ومع كابتن حسام بدري والجهاز الفني عشان نقدر نحقق النتيجه وسريعا قدرنا نجيب هدفين مع بدايه الشوط؟ مفيش، كابتن حسام اتكلم معانا ان احنا يا جماعه عادي، احنا كده كده كان لازم جايين نكسب وجايين نلعب على مكسب، احنا مش جايين يعني ممكن يجي فينا جون، والكابتن كان اتكلم معانا قبل الماتش وجي فينا جون،
لازم ناكز، احنا كده كده لازم نجيب جوان وعندنا فرص، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا بين الشوطين نرجع تاني، وقدرنا الشوط التاني يبقى عندنا تركيز اكتر وحماس اكتر، والحمد لله اللعيبه ادت بشكل كويس، وزي ما قلت لك يعني الحمد لله قدرنا نجيب جونين، وكان ممكن نقدر نجيب اكتر من كده. ضغط الماتش كان كبير، بنحمد ربنا ان اللعيبه يعني كانت على قد المسؤوليه، واتمنى ان شاء الله باذن الله جاي احسن باذن الله. شكرا. ان شاء الله لسه متواصلين ولسه احنا متواجدين في داخل غرفه خلع الملابس، لكن هننهي معاكم دلوقتي وهنرجع على ادائك كان رائع جدا. الحمد لله والله مش ادائي بس، يعني اللعيبه كلها كانوا على قد المسؤوليه وكنا مركزين جدا الماتش ده، يعني حطينا نفسنا في موقف محرج في القاهره، يعني الحمد لله يعني كنا مركزين من واحنا هناك، كلامنا مع بعض تركيزنا كلنا على فكر واحد ان احنا نيجي نكسب هنا، يعني مش مضمونه طبعا، بس يعني كمان دخل في الجون اول ما بدات المباراه، فكنا مركزين جدا ان احنا ما نضيعش بقى فرصه، يعني كل واحد كان بيطلع كل اللي عنده، حتى اللعيبه اللي بره كلنا مع بعض وكلنا بنتكلم مع بعض، فالحمد لله عدت على خير الحمد لله. كلكم ايه يعني كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ لا دي يعني الكلام كله يعني لا لازم نركز، لازم نحافظ على ان ما يدخلش فينا جون تاني، فالحمد لله قدرنا كل واحد يعمل اللي عليه، والحمد لله بالهدفين يعني جم في وقتها كويس يعني. مؤمن ببارك لك طبعا فوز كبير النهارده واداء كويس جدا في الشوط الاول بالنسبه لك لحد ما طلعت مع بدايه الشوط. هو الحمد لله يعني اداء الفرقه عامه كلها بالناس اللي لعبت بالناس اللي بره كان روح الفرقه كلها كويسه، ان اهم حاجه المكسب، ودي حاجه كويسه ان انت بتكسب خارج ملعبك، زي ما رامي كان بيقول ان هو كان ماتش صعب وكمان دخل فيه الجون اول ضربه جزاء، فده بيبقى صعب ليك، بس الحمد لله اتمسكت ولعبت، واهم حاجه ركزت ان انت تجيب الجون الاولاني، ده كان حاجه كويسه، وبعد كده فكرت في المكسب والحمد لله يعني، وربنا يكرمنا في خلاص انت قربت عندك قلب نهائي هانت يعني، ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. تعرف اعتقد بقالك كام يوم ان انت هتبدا المباراه، جهزت نفسك نفسيا ازاي للماتش المهم زي ده؟ لا انا مجهز نفسيا من اول الماتش الاولاني، يعني انا كان في ذهني ان انا كنت مركز ان انا ماتش تاني ان شاء الله ابقى متواجد فيه، لان انا كنت عندي اصابه فكنتش اقدر اشارك في الماتش الاولاني، فكنت مجهز نفسي على الماتش التاني، والحمد لله يعني شوط كويس، ان انا كنت بقالي فتره بعيد عن المباراه وكده، الحمد لله يعني طلعت كل حاجه عندي، وكان طالبها مني كابتن حسام، وكمان نزل اجاي ادى وجاب جون الحمد لله، ربنا يكرم بس في اللي جاي باذن الله. ناقص لك بطوله افريقيا انت مع النادي الاهلي. اه دي الحاجه الوحيده ان شاء الله باذن الله هسعى ان انا اخدها، وبحققت كل حاجه مع النادي الاهلي يعني، يا رب ان شاء الله تتم على خير باذن الله. ان شاء الله حبيبي يا حبيبي رامي، ان شاء الله بطوله مهمه وان شاء الله في طريقنا ان احنا ناخدها ان شاء الله. والله يعني بص يعني نفكر كل ماتش بماتشه، يعني نركز بقى، دي مرحله تتقفل، نركز في المرحله الجايه ان شاء الله. يعني طبعا بحب اقول لك برضو الف سلام على سعد سمير، طبعا افتقدناه النهارده في المباراه بصراحه، راجل من العمد الاساسي احنا بنحتاجه، يعني ان شاء الله يرجع لنا بسرعه وبالسلامه ان شاء الله. يعني بصراحه يعني الاهلي زي ما قلت لك مؤمن يلعب، اي حد يلعب، سين يلعب، صدمه يقعد بره مش فارقه معانا، يعني الحمد لله اللعيبه كلها رجاله، اللعيبه كلها مركزه جدا ان هم يعملوا حاجه للجمهور وليهم، فربنا يكرم ان شاء الله تبقى حاجه لينا الحمد لله، تبقى بطوله لينا بالنسبه لنا تبقى الثالثه ان شاء الله. كلامك انت ونجيب قبل المباراه كان ايه؟ انتوا اديتوا اداء رائع جدا النهارده دفاعيا، اتكلمتوا مع بعض قلتوا ايه؟ لا انا ونجيب وسعد، يعني سعد اتكلم معانا، اتكلم طبعا انت ونجيب عشان انتوا لقيتوا، بقول لك قبل المباراه كان سعد معانا بيتكلم معانا، بيتكلم على لان هو كان عنده تجربه برده هناك في القاهره، بيتكلم معانا في الموضوع ازاي اتحرك، ازاي بنقف مع بعض، ازاي نقفل، فكل الامور دي الحمد لله قدرنا نفهم بعض في الملعب وقدرنا نتكلم مع بعض اهو الحمد لله. وذكروني كان هيموت في الموضه جوه عمال يعيط وبتاع، بس الحمد لله دعواتكم ان شاء الله. فوز كبير وفوز مهم جدا بالنسبه لنا، وصلنا الدور قبل النهائي ان شاء الله، هنقابل فريق نجم الساحلي او فريق اهلي طرابلس، لكن المهم ان احنا نواصل في هذه البطوله ايضا لحظات، وهيكون معايا علي معلول احد نجوم هذه المباراه، الراجل عمل شغل كبير جدا طبعا، قدر ان هو يجيب هدف ويصنع الهدف الاخر، لكن في كل الاحوال اكيد فرحه كبيره جدا ومساعده كبيره جدا، ومعايا طبعا علي معلول في هذه اللحظات. علي مبروك، اداء كبير جدا منك النهارده واداء كبير جدا من النادي الاهلي، وقدرنا ان احنا نتاهل، ومباراه اعتقد كان بالنسبه لك اجواء خاصه جدا. الف مبروك ان شاء الله للجماهير الكل بتاع النادي الاهلي، والف مبروك للعيبه وللناس الكل اللي كانت موجوده اليوم في الماتش، كنا نعرفوا انه استنى فينا مقابله صعيبه مع منافس كبيره ويلعب قدام في ملعب وقدام جمهور، ولكن احنا كنا متاكدين اللي احنا جايين لتونس نجموا نعملوا نتيجه باهيه، الحمد لله جاء التوفيق اليوم، ربحنا منافس باهي، وان شاء الله نكملوا في المقابلات الجايه على نفس النسق ان شاء الله. اتكلمتوا زي مع بعض كلاعيبه بين الشوطين بعد ما تاخرنا بهدف؟ قلنا انه لازمنا نلعبوا، احنا دخلنا الشوط الاولاني متاخرين 1-0، قلنا لازم نلعبوا ونحاولوا، اذا كان لا قدر الله خسرنا نخرجوا ماتش باهي يليق بالنادي الاهلي، الحمد لله جاء التوفيق في الشوط الثاني
كنا نجموا نربحوا اكثر من اثنين، لكن الحمد لله المهم انه جا الترشح. ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. هدف واسيست يوم اكثر من رائع بالنسبه لعمال. الحمد لله ان شاء الله جاي خير، وهذا احسن رساله نجم نوصلها للناس، اللي انا ندافع على النادي الاهلي وندافع على المريول اللي انا لابسه، وعمري ما نضر العباد، وعمري ما ننكر الجماهير تاع الناس هذه. الكلام كان كثير على علي معلول، لكن علي معلول بيبقى حاضر في المباريات الكبيره زي النهارده. هذا شنو حبيت نقول لك، انه فما برشا ناس تكلمت بعد المقابله الاولانيه، اللي انا ما عملتش فيها حاجه غلطه، كنت عملت مقابله باهية، والناس الكل قالت انه علي معلول ما يحبش يلعب مع الفرق التونسيه، لكن انا نخدم على روحي، عندي جمعيه ندافع عليها، وان شاء الله يكون هذا احسن رساله لهم ان شاء الله. شكرا علي، لسه متواصلين معاكم، فرحه زي ما انتم شايفين طبعا يوم المباراه النهارده. كابتن شريف ببارك لك، مباراه كبيره واداء كبير من لاعبي النادي الاهلي، وبالتحديد منك انت بالذات، كان عليك ضغوط اكيد بعد المباراه الاولى، كلمني شعورك بعد المباراه. لا طبعا في البدايه بقول الف الف مبروك للعيبه وللجهاز الفني والجمهور، كل جماهير النادي الاهلي، وخصوصا الجمهور اللي سافر ورانا وجه وتعب وكان متامل ومتعشم في ان احنا هنكسب، فبقول لهم الف الف مبروك. طبعا المباراه يعني زي ما انت عارف كان في ضغوط بعد المباراه الاولى، بس المباراه الاولى انتهت بمجرد ما خرجنا من الملعب، لان احنا فريق كبير وعندنا شخصيه ونقدر ان احنا نحسم التاهل سواء في مصر او بره، ودي مش اول تجربه لينا، فاعتقد ان احنا فصلنا نفسنا كويس جدا عن الضغوط، وانا تحديدا حاولت ان انا اتناسى دايما اي مباراه حلوها ومرها بايجابياتها وسلبياتها. انت بتلعب في نادي كبير والنادي عنده شخصيه، لازم يكون انت شخصيتك على مستوى النادي اللي بتلعب فيه، وطبيعي ان انت هتتحط تحت ضغوط، لو ما قدرتش تتحمل الضغوط يبقى مش هيكون ليك مكان في نادي كبير زي النادي الاهلي. بنتهز الفرصه وعايز اشكر الجمهور اللي وقف معايا، الجمهور اللي ساندني، وكان ليه تاثير كبير جدا ان انا فعلا ما احسش ان انا لوحدي. قبل كده ممكن اوقات لعيب تاني بيحصل له مواقف او مواقف صعبه، ممكن يحس ان هو بيوقف ضد الطوفان لوحده. انا المره اللي فاتت تحديدا حسيت ان انا واقف ورا جمهور كبير، جمهور بيساندني، قال لي العب ولا يهمك، وانا يعني اذا كنت انا شخصيتي بترجم اي ضغوط او مشاكل بتحصل لي لايجابيات وتمرين، فده ساعدني جدا جدا ان انا اقدر ان انا اعدي المرحله بمنتهى السرعه، لان انا كان عندي ماتش بعد اسبوع في تونس، واعتقد ان الماتش كان محتاج ذهن صافي ومحتاج قوه شخصيه. فبحمد ربنا، بشكر الجمهور مره ثانيه، وبقول لهم الف الف مبروك. مين